مرحبا. هناك بعض الملابس الأساسية يلي لازم تكون موجودة بخزينتك بغض النظر عن أسلوب لبسك، وأكيد عندك ملابس مخصصة للعمل، ولكن هل عندك كل الملابس الضرورية؟ The little black dress أو فستان الأسود يلي بيبرز جمال جسمك وبيخفي العيوب ممكن تلبسيه مع سترة أنيقة، أما البلوزة المصنوعة من الحرير فهي أساسية جداً. التنورة المصنوعة بالجلد لازم تكون موجودة بخزينتك ولازم تكون بطول الركبة. أخيراً وليس آخراً، ما لازم تنسي أنه حذاء بكعب من لون البشرة لازم يكون موجود بخزينتك، خاصة أنه بيعطي طول للساقين. الذهاب يومياً إلى العمل ممكن يكون متعب وممل، ولكن لتكوني سيدة عمل عصرية لازم تكوني حريصة عند اختيارك لملابسك. أما نصيحتي اليوم فهي موجهة للرجل، فهناك بعض الرجال يلي ما بيعرفوا يختاروا ربطة العنق، فعند اختيارك لربطة العنق هناك ثلاث نقاط أساسية: نوعية، القماش، ولون ربطة العنق. اختيار طول ربطة العنق أساسي جداً، فإذا كنت طويل أكيد ربطة العنق لازم تكون طويلة، أما ربطة العنق المصنوعة من الحرير فهي الأهم. والقاعدة الأساسية فهي عند انتهائك من لباس ربطة العنق لازم تنتبه أنه آخرها لازم يلامس الحزام، ومن دون ما تنسى دايما نتألق مع مريم.